طبعا كنا منذ قليل في هذيك حاره، في حاره من بلدات تلمنس، واتينا الى هنا لنشاهد اثار الدمار الذي خلفته طائرات السوخوي والميك. هذا اثار الدمار طبعا كانت تحلق في ريف معبد النعمان الشرقي كل يوم منذ 28 يوم. ما زالت طائرات الميك والسوخوي تحلق في سماء ادلب في ريف معبد النعمان ومعبد النعمان. طبعا هذا ما خلفته هذه الطائرات من دمار هائل لهذه البيوت والمنازل. طبعا اصحاب هذه المنازل قد هربوا وفروا من هذه المنازل خوفا من قصفهم من الجيش النظامي. نلتقي الان باحد المواطنين الذين كانوا هنا اثناء القصف في هذه القرى وهذه البيوت. السلام عليكم اخي، كنت تحدثنا عن مكان الاتجار هنا، كيف حصل و ما خلفته هذه الطائرات؟ طبعا هذا الانفجار حصل اول ايام عيد الاضحى المبارك. قامت طائرة السيخوي بشلف برميلين من الطائرة وادت الى تدمير ما يقارب 15 بيت من المدنيين. وراح ضحيتها شهيدين و14 جريح. طبعا هذا هو الدمار كما ترون. طيب ليش انت فوق ما طلعت؟ مشان حافظ على ما تبقى من البيوت من السرقة والنهب. يعني ليش الطائرات الميغ والسيخوي عم تقصف هالبلدات في إدلب وفي ريف معبد النعمان؟ يعني أشو الشيء اللي عم يسووه لحتى يقصفوهن وعم يقصفوا المدنيين؟ يعني يدعون أن هناك عصابات إرهابية تقوم بالتجوال أو السكن في هذه البيوت، وهي دعايات كاذبة من قبل النظام. وبلدات سائرة. طيب أثناء القصف كيف كانت الحالة الإنسانية لدى المدنيين؟ كانت في حالة جعر وهلع. كيف كانت عملية إنقاذ المدنيين من هذه المكان أثناء القصف؟ طبعا كان هناك أشخاص يقومون بالتجوال خلال التفجير وينشلون الضحايا من تحت الركام. أخي تحدثنا، السلام عليكم، تحدثنا أكثر عن هذا المكان طبعا الذي استهدفته طائرات السيخوي والميك. هل مثلا مدى تلمنس أو ريف معبد النعمان مستهدف لدى النظام ولماذا؟ هلا مناطقنا ريف معبد النعمان الشرقي وكل محافظة إدلب مستهدفة من قبل النظام لأنها محافظة سائرة ضد النظام وتطالب بالحرية وإسقاط النظام، لأن هذا النظام مجرم وطغى في البلاد ودمر الحجر والبشر والشجر وما خلى شيء. يعني ومثل ما أنك شايف هاي طيارة سوخوي ألقت صاروخين هدت 15 بيت في هذه الحارة، وفي مثل حارات كثير في هذه البلدة، وهناك العديد من الضحايا والجرحى. طبعا نشاهد في هذه الصورة بأن بعض الناس لا يستطيعون الحضور أمام الكاميرا خوفا عليهم من النظام، بس ولكن هم أتوا لبعض ما تبقي من المؤونة وبعض أساس بيتهم لأغذيهم، لأنهم الآن أقبلوا على فصل الشتاء. وهم في الحقول والبساتين أتوا إلى بعض لإحضار بعض مادة المازوت، ما تبقي من مادة المازوت لأنها مادة رئيسية هنا. طبعا هذا البيت دمر بأكمله وأصبحت المكان هنا مدمر وقصفوا البنى التحتية في هذه البلدة بلدة تمنس. طبعا هي بلدة تمنس هي بلدة السائرة، لم تتأخر عن الثورة فاندلعت منذ قدوم الثورة. نتحدث مع أحد ساكنين هذا المنزل. السلام عليكم. السلام عليكم أخي، لو تحدثنا عن كيفية القصف أثناء تواجدكم لهذا البيت. والله صار القصف
بقول لك هاي الصورة هاي اللي بتحدث عنها هي عبارة عن صاروخين من نوع الفراغيات نوع ثقيل ثقيل كتير صاروخين ليك دمرني حوالي 15 بيتو ليش ضربكم؟ لأنه عم طالب بشيء اسمه حرية بس أكثر من هيك هل كلمة حرية تسقط كل هذه الصواريخ؟ تسقط كل هذه عند بشار الأسد إيش بدنا نسوي يعني؟ بس إذا خاف يدمر بيوتنا كلياتها كل شيء نضل طالب الحرية حتى نسقط النظام المجرم هالفاسق هذا. طيب أنتم تقولون أن هذه الصواريخ سقطت أثناء أيام عيد الأضحى المبارك. نعم. وكانت هناك هدنة. سقطت أيام الهدنة. بالضبط. فما رأيك بالهدنة؟ إيش الهدنة من 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 أول ثاني خرق الهدنة من أول ثاني. يعني الهدنة ما ما تمت هدنة أبدا أيام عيد الأضحى. وأنتم حدثنا أنتم الآن في أول أيام فصل الشتاء والبيوت مدمرة أين ستذهبون؟ هل الحقول آمنة؟ غير آمنة الحقول مثل ما لاحظتوا هلق كان في قصف هلق في قصف على الحقول وهلق منا شيع واحد قتل في كان في الحقول قتل في الحقول؟ في الحقول إجت قذيفة قتلوا اثنين عاد بحوش زيتون اليوم هلق بدنا شيع ولا؟ حول زيتون سيارة مروحية رمت قنبلة عنقودية فوقهم قتلوا اثنين وانجرح ثلاثة في بلدة تلمنس بلدة تلمنس أثناء قطاف الزيتون كما تحدثنا أحد سكان هذه البلدة أن الحقول والبساتين ليست آمنة طبعا الناس يلتجؤون إلى الحقول والبساتين يعني الخوف من الشظايا والخوف من القصف لهذه البيوت وطبعا حدثنا الأخ بأن الآن سقط شهيد أو قتيل في شهيدين قتيلين في الحقول والبساتين أثناء التجاههم للحقول من طائرات المروحي أثناء رميها للبراميل العنقودية طبعا هذا دمار كامل لو أردنا أن نشرح فالشرح كثير دمار هائل بمعنى الكاملة هم دمروا البنى التحتية وقطعوا الشجر وقتلوا البشر وهدموا الحجر طبعا هذا هو كل شيء الآن في بلدة تلمنس هذا قسم صغير من الدمار نحن لو أردنا نشاهد كل الدمار فهذا شيء طويل فالآن يجب أن نذهب إلى مكان القتيلين أو نشاهد بعض القصص التي حولهم والسلام عليكم ورحمة الله